تحريك الأصبع كنا نحركها فإذا هي زيادة شاذة، شدتها زائدة ابن قدامة. المشروع هو الإشارة فقط، أما التحريك فوإن كان الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى ومحدث العصر يقول بالتحريك، ففي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن الزبير وكان لا يحركها، لكنهم قالوا من طريق ابن عجلان وفيه كلام، لكن هذا زائد ابن قدامة خالف سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج وبشر بن المفضل إلى قدر 12 واحدا، بحيث أن هؤلاء الأربعة كل واحد منهما من هؤلاء الأربعة يعتبر أرجح من زائد بن قدامة، فزيادته شاذة، فالتحريك ليس بمشروع، وكذا العجل ليس بمشروع. بعض طلبة العلم صحيح يعني كأن التقليد متأثرون بالتقليد، هذا العجل من طريق الهيثم بن عمران ولم يوثقه إلا ابن حبان وهو يوثق المجهولي. العجل عند القيام من الركوع عند القيام من السجود هذا أيضا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والثابت في البخاري أنه كان يعتمد على يديه، يعتمد بيديه على الأرض، هذا هو الثابت، ليس فيه صفة العجل.